في التماس. باسم عباس. التماس عند باسم عباس من فريق نادي بغداد. باسم يلعب كرة على الجهة الشمال. شمال الملعب. تنتقل الكرة على اليمين ولكن استخلاص وانطلاقة وخطير، خطير فريق نادي بغداد عندما يصل إلى المرمى، خطير عند عباس قابل أو عباس قاسم القادم من الطلبة. عباس يرجع كرته في المنتصف، منتصف أرضية الملعب. طويلة الكرة ثم هناك ضربة رأس وهناك استخلاص من حيدر عبودي وخطيرة ويا حيدر، جول جول لصالح فريق نادي بغداد. هدف أول لصالح فريق نادي بغداد في الدقيقة 12 من الشوط المباراة الأولاني، وقبلة على الرأس ولم لا وبغداد. وأعتقد يا حيدر يتحمل مسؤولية هدف المباراة المسجل في هذه الأثناء وهدف أول، وبالتالي الشكر لله، نعم لله وحده، وبالتالي هدف أول للواكد في الدقيقة 10. وعند السوري اللي هو لاعب فريق الشرطة السوري يسجل أول أهداف المباراة في هذه الأثناء من محمد الواكد لاعب فريق نادي بغداد.